فالمسلم يعرف أركان الإسلام. إن تاو مسلم سوي يكاين عطان إن ركن في الإسلام ويعمل بها إبن عمل النية ويدعو إليها إبن من دونية. فما هي أركان الإسلام؟ قولوا نما إن ركن في الإسلام جام أركان الإسلام بلاي تاو سن ركن في الإسلام لا أحد يعرف وين المكينة؟ شو المكينة؟ حتى بلغير اللغة العربية ما sampai itu menjadi rasan bukan maka maktausu. Masya Allah, kita pengen maktausu. Walbaqin, ma'arifu Islam. Ini kaya mana? Kono, jadi pakai sini Islam, sini rukun sini Islam. Arkan Islam. Rukun sini Islam, kam? Al-ya'rif afa'ishbu'u, akan ma'asuh. Isi maka ingat kono, isaya ngajar lima, bukan bisa. Isi maka ingat, saya ingin lima, rukun sini Islam. Masya Allah. Tiu deh maka ingat. Tahu gak? Tanya. أركان الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله بنكنان بقني ساكسي هواي من تهان نغي قد ملك الله إبن بقني ساكسي سيدي محمد داكشن الله يقام الصلاة بس زندوك سنبايا إيتاء الزكاة بقوص الزكاة صوم رمضان بقواس أبولا رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. فكاتب فبيت الله الحرام سيسيرين مكه غوص كاليا. اذا اركان الاسلام خمسه. سابيني تو ان ركن في الاسلام لما. شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. فكنيك ساكسي بلغنا عن ركن في الاسلام لما فكنيك ساكسي هويت عن دوي بس ملائكه الله تعالى ابن فكنيك ساكسي محمد ايبن ابن داعشن الله. شهادة تشهد. إفتني شخصي شخصي أنو أن لا إله إلا معبودة يعني كل ما عبد من دون الله فعبادة باطلة تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله هذه لون يلا لا إله نافيا جميع معبد من دون الله تكفر بجميع معبد من دون الله. لا إله نافيا هذه بيع تلقتان جدي إبادة لغير الله تعالى هذه بيع إنكتان إبادة فروين لغير الله تعالى إنكتان تبعت نافيا سي لا إله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إلا الله هذه سيكون نال سين إن إبادة أم إن كتيمه سوي سجارة فالله تعالى. إذا لابد بلا إله إلا الله من كفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله. هذه إن فك نيكسك سي فالله تعالى سوي منا هنا كفر مو إن كاين الطاغوت هذه فك الإيمان فالله تعالى. فتكفر بجميع ما عبد من دون الله. سوي كفر إن كاين تجي عبادة فروين الله تعالى. وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذا سوي النار مو إن فعبادة سوي فالله تعالى وير أن بانيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا إن فك نيكسك سي محمد سير إنسيا إيبون إيمان رسول داكشن الله تعالى عبد إنسيا إيبون أي ليس له شيء من خصائص الربوبية عليه الصلاة والسلام هذه هي النبي محمد ويكون هم سلاكون أولوين كنيا أمو إن أول فكا كهنيا وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه وجعله رسول هذه الأمة إذا إقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم Bini isya sin Allah subhanahu wa ta'ala Bini isya Ma pasampai sin arama Bini isya kahina usan nabi pa umat ini Bahwa abdul la yu'bad Isya ipun isya pengibadatan Wa rasul la yukadab alaih salatu wassalam Iman tadi kan isya rasul la sin Allah ta'ala Ya'ni da jah nasrani wa radit tukul fil islam Kepala malam ya awlam buk Ini nasara Mabes sesungut pa'am islam Mada naqulla Unin yang tanyukannya نقول الدين الذي انت عليه الان بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم دين باطل وليس بحق. ان دين ان دين نتوكل يا ان اغاما او ان اغاما مبياء قواس دينها كفار فرس الله تعالى نبي محمد ان اغاما يا اغاما باطل. لماذا؟ بيت ايته. لان عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعه كانت قبل. إن سببني أوقت من بيراس الله تعالى النبي محمد نبوة النبي إن كتان أعلم كتان بمندو أنا كون رينكان يا إن يتونا وقتنا إن يتونا فصونا لا يقبل الله سبحانه وتعالى غير الإسلام أي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فكل من كان اليوم على اليهودية أو على النصرانية حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام
فهذا الدين لا يقبل الله سبحانه وتعالى. نعم. إن أغمى تيمو سن الله تعالى أمر إن أغمى إسلام أو إن أغمى بيمين سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ingkatan pangindu waktu nakauna biar si mga pangindu yan ha mga Nasara iban Yahudi atawakan aun bangsa upang aun parang ha mga pangindu kiyami tay ha pangindu Isa atawakan pangindu Musa alayhi salatu wasalam ingkatan niya tundi na tayo mga sinallah subhanahu wa ta'ala waktu na tupihaun Aqsam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalam sadat bila qasam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam simak pasya ampai kaunan niya asal siya Bunna asal bunna yang bisara dan insan sehari ikna sumapa. Qal walladhi nafsi biyadi. In akhirnya walladhi nafsi biyadi. Siapa hatinya? La yasmah bi Yahudi wa la Nasrani. Di taibahun in... Ya'ni tablugh da'wah. Da'wah Muhammad SAW. Adilnya utlong yang da'wah si Nabi Muhammad SAW. Min al-Yahud awal Nasara. Apa masalah Yahudi iban Nasara? Thumma la yu'min bi. Mahulidi sila kumahat illa kana min ahli an-nar bat malaika in sila dai halaw sin narka walidarif umarna ila marna bi qubur al-kuffar yahud wa nasara wa ghayrum asabdi tu narak kita ni apabila kita ni mangalawai ha kubur sin narka sila kuffar yahud iman sin nasara ma la tasna ulini nawu maka mangalawai ha kubur wal abshiru bin nar in arimu abshiru bin nar na'am هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لابد عندما تقول لا إله إلا الله تكفر بجميع معبد من دون الله سبحانه itu apabila kau bangun sin waimun tuhan dungai mat malaikat Allah taala subaimun kufurun ingkatan yang tu tuhan dungai dengan Allah taala وتشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله يعبد ورسول الله يكذب عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن سمعك وليس بنيك شخصي سيدنا النبي محمد Ipun siyadi siyaman jari paktak ipunan Iban in siyarasul di siyaman jari imutimun Alhamdulillah Salatu salam ya Rasulullah Dekarna Anna al-Islam Huwa al-Istislam Lillahi bil-Tawheed Wal-Inqiyad lahu bil-Ta'a Al-Bara'a min al-Shirk wa Ahli Alhamdulillah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabut natu Ipatian al-Islam Amun ay pagpatiko po mo pa Allah Ta'ala laway rin ka pagtawid iban pangawali mo kaniya laway rin ka pagtaan iban aliban mo layuhan mo in kakay ng shirik iban ang tayo siyusiyo inuminan kaniya Wawa talang maratib In Islam tulong niya itarit iban niya Ang Islam Ang palagnan amun ay Islam Wal iman Inikaroon niya al iman Wal ihsan Inikatoon niya al ihsan وكل مركبة لها أركان. إنكتان تريتي وانسن آغا مايني أو انسيا ركون. وأركان الإسلام خمسة. الركون في الإسلام لما؟ شهادة أن لا إله إلا الله. بغنيك سكسي هوير وانتوهن لغين بتمليك الله. لا معبود بحق إلا الله. كل ما عبد من دون الله فعبادة باطلة والمستحق للعبادة هو الله. إن أبس لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وير ما فتوت فتقيبونا فكسبونا لن Bat malaikan Allah ikatan bagi ibadah dan parwain dengan Allah Ta'ala ikatannya tubah dan pasausia wa naqul fi an-Nabi SAW annahu abdun la yu'bad wa rasul la yukallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sya'ifun di siaman jari paktagipunan iban in sya rasul di siaman jari mutimun فالواجب أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به Ini wajib sesuai kita nyumaktaat pada Nabi Muhammad hakatan para da'akannya. Wa tasdiqu fi ma akhbar, tusaddiqu wa nukadzibu alaihi salatu wassalam. Ibar kaharun natu ikatan biaita'niya, ikatu siaman jari mutimun. Wa ijtinab ma'anhu naha wa zajar, yani kul ma'anaha anhu Nabi SAW nadu'u fi janib wa nakun nahnu fi janib akhar. Ibar suwai natu naisab aliman, suwai natu layu'an ikatan diangannya iman singkatan amin tiag warningnya. Wa an la yu'bad Allah illa bima ja'an Nabi SAW. Ibar diktur kita nyumaktaat ka Allah Ta'ala. Labat malaikat ibadat satu supaya amun ibadat piaratung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fi radd 'ala ahli bid'ah. Amu yatuin sambung hama ngasila mabibida. Idza arad insan an yusalli adh-dhuhr 5 rak'at. Apabila lalu manusia mawaya sia sumambahyang zuhur 5 rakaat.
يقرأ في الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد ويصنع كل شيء. لما بسبب ما نسمع سورة الفاتحة ربوس يسمج سهنا ونكتان سبايا. فماذا نقول لهذا؟ أريد ما ينتهي هذا الشيء. نقول لا إشكال، صل الظهر خمس ركعات أو ست ركعات أو عشر ركعات لا إشكال. أريد منكم لمن يسبح الظهر لما ركعات أم ركعات وين المشكلة يعني؟ يصح؟ ما جري أنتم؟ نقول صل 20 ركعة الظهر لا إشكال. Jangan kau serba masuk membayar kau kawan rakaat tuh, ada problem ah? Nama amla, mana yang? Hal yazid atau la yazid? Kalau belajar ikan apa yang serba hanya tuh? Empat ratus empat ratus yang. Atau tadi, siapa kau ingat? Yazid atau la shka? La. La. La yazid. Ah, ini lagi yang kau. Kamu siapa makan apa bisa bahaya yang tukar angkur rakaat kawan rakaat. Ada problemnya tahun. Hal yu'aqib Allah ala salam. Ulun siksa masih rasul Allah ta'ala sampahaya. Yu'aqib Allah ala salam. Salah yu'aqib Allah alaiha. Naam. Yu'aqib Allah subhanahu wa ta'ala ala mukhanafat hadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ima masih nabiyat tu siksa masih rasul Allah ta'ala maita. Sebab siulang nilai ipang hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak mungkin al-Nazir. Asal dari itu di tempat jadi garapan. Al Maulid. Impak Maulus. Wajid. Wajid al Isra Mi'raj. Ah, Isra al Mi'raj. Wa al Du'a Jama'i بعد الصلاة. Berdoa berjamaah pas insanah yang lima waktu. وما يصنع الناس اليوم من الاجتماع في بيت الميت والتعزية وكذا. Ah, ya ibu karunya si mengapak hilang si manusia mampun pun makul kematian. وصنع الطعام. آه، بمعنى بكارو نبيتو ملكاتو. ورفع الرايات. آه. إعلام إعلام. آه، يوم ما بكار ما بدين لوسينا سمعنا بان جمعوا ما كمان تيان. يعني كاتو بقول. هذا كله من البدع. إن كتان يطرين هذا كاين من البدع، كاين من بابو. نعم. طيب. الركن الثاني إقامة الصلاة. إنه كلهم يكارو في الإسلام أمونا إن بدين لوسينا سمعنا. أي صلاة. Ulu sampah yang ingin dokul itu. As-salawat yang memenuhi khams. Bagaimana itu wajib atau bagaimana itu rukun? Amunai sampah yang lima waktu. Labud an tu'adza jama'ah ala rijal balighin. Supaya itu hidup balu sampah yang berjama'ah hawa ngasilah keusuhan amui keusuhan si mangkutin pangumulan nila. Hal tarakan Nabi SAW salat al-jama'ah qad? Ulu kiyabin bara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insambah yang berjamaah. La. Wairun. Hatta fil harb. Yakun al-ijtima' wa salat al-jamaah. Sampai lawnya ikau dan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqulan ikau dan si masambah yang nasilah wa mana sahabatnya si insambah yang berjamaah. Aqal ma yuqal bi salat al-jamaah annaha wajibah. Bina kama bapakna pemungsi maka ulama hatungul si insambah yang berjamaah. إنه كمان يواجب. وهناك قول أنها شرط في صحة الصلاة يعني الذي لا يصلي مع الجماعة بالغ عاقل ذكر مسلم فصلاته باطلة لو صلى في بيته وقادر على حضور الجماعة وهو بالغ عاقل ذكر مسلم فصلاته باطلة. نعم. أو بقول سمع العلماء إن سمبايان برجماعة مسجد شرط سياسي في كتيمة في سمبايان. Artinya di pataima insan bahayamu apabila di kau sembahyang si sembahyang berjamaah masjid bang ingka aunanmu si mangkut nek ka pangumulanmu iman ingka aunan musuh. Al-an ta'ti ba'd al-ahya allati fiha muslimin. Hari aun aun waktu mabjatu hamang waktu hamang asira muslim. Wa tadkhul ila masjid. Semua sila parang si masjid. Thumma tara ahyanan saf wahid. Kakitaan mu apa masjid? Hangka sampai maksud bahaya ke masjid. Tapi lain yang bakiya. Kamu nalung yang kaya mana? Hatta di yawm al-jum'ah. Sampai hak lau jum'ah. Iza lawud an nad'u ila ma da'a alihi Nabi SAW. Sebab dari itu semua itu kita jawab dakwah dia simpan dakwah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sholat yang kita sholat sekarang di jamaah. Jika tidak menjadi bakiya, jangan bakiya untuk ke jamaah. Abiya Allahnya, amuin pakai kita di dalam masjid. Sembah ini hangka sabda. Bang ini wajib menemak dakwah. Nada kalau melawak pakai hangka sabda pun.
عندما تخرج إلى صلاة الجماعة كل ما تمر بأحد كذلك تقول تعال معي نصلي ونرجع. Bangkau semua dari sembah dari masjid, puas sembah yang berjamaah. Bangkau kekitaanmu dari hamba manusia pakai mahwa. Nah, hinduanmu, dakwahanmu, pepak sembah yang istilah masjid. Nah, وبهذا تكثر سواد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Habiat tu kahalan tu ma'udhi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya marat kalian. Akalit min akalit Islam. Ini kature ngarukul sin Islam. Ijaz zakat. Bagung sun sin zakat. Zakat mal. Zakat pangalta. Wa zakat al-badan hiya zakat al-fitr. Atau akan zakat singgin hawa baran amulin zakat fitlah. Wa som syah Ramadan. Ini kaumatnya amulain puasa bulan Ramadan. تعجب ممن يدعي الإسلام، يعني تستغرب أن هناك ممن يدعي الإسلام في رمضان تجده يأكل ويشرب الدخان في نهار رمضان أمام الملك. نعم. أو بكاكن مريء أمانا أمانا manusia bulan Ramadan engkau dan lemak kaul makinum maksira asabeli itu supaya muslimin doan supaya muslimin dakwahan bapa hilangun simpak puasa bulan Ramadan. Kalau tersal hala atau ayi wahid minna tersal macam an ummi an ukhti an khalati an jaddati tersal hal ra'ay wahid min haula ta'kul fi nahar Ramadan wa hiya la bud an yati 'alayha ayyam Ramadan wa takun ma'dura bihayd wa anna tafṭir لكن لا تراها تأكل أبدا في نهار رمضان مع أنها أحيانا تكون معلومة. نعم. Sebelum nyasuun indeng hamana kamasan bakaul kekitaan nila makaul atau akan makinum habulan Ramadan bet malaikan aun disabia manga dia manga tahu tak udur bi ansin manga kapa ihan ta haid adapun di musliman jadi kekitaan makaun ha makaun atau akan makinum ha atau simbulan Ramadan. Tastahi. Supaya sila masipu. وهذا بغير عذر ويجاهد في نهار رمضان بشرب الدخان. أمو يكتب إمنا أنه بمنا سيلا وين عذر. كباكان مطارين المانوسيا مك سمبي مكسيرا بسيلا أدلو رمضان. والركن الخامس حج بيت الحرام لمن استطاع عليه سبيلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج. إن كانت ينقل كلمات الإسلام أمر فكاكي فبيت الله الحرام. Isi-isi ini maka kau sekalian para yang tanya Allah Ta'ala memang kita ingin maka haji dan kebaikullah yang harapkan insyaAllah. Al-Martabat Thaniya Intari tiba hingga luas agama Al-Iman Amunain Iman Yash'alak Ba'wal Nas Muslim atau kafir? Hal ant mu'min? Asupun min manusia Muslim naka siatawakan kafir Asupun mu'uriki kau mu'min naka marat saya kau Ma huwa al-Iman? قولي بقيان الإيمان اشرح لي الإيمان للا يقع في بقيان الإيمان تقول لا أدري ممون كو ديكو كيمة إذا من يعلم الناس سأقول لي تريسي من هندو ومانوسيا بقين ديكو ريكو كيمة من يعلمنا الإيمان والإحسان إشي من هندو يكاتو تنس الإيمان والإحسان كفا فلاسي لكافر لا بد أن نتعلم أخوان سوينا تقول لهم يهاتلون الإيمان والإحسان الإيمان عند أهل السنة والجماعة إن بقيان الإيمان أهل السنة والجماعة لابد فيه بتعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من أمور خمسة سوينا تقول إيمان إن تعريفا إن معنى سمع سلا أهل السنة والجماعة نرانكم يا إن معنى سن إيمان نرانكم يا هليمة قول باللسان إن فرقنا عن قول باللسان إن بمو سندلا واعتقاد بالقلب إني كروانيا برات سايا هون سين بانتايان وعمل القلب وعمل الجوارح إني كتونيا سوي أملا سوي هنامون سين بانتايان إيمان سوي هنامون سين أنغاو كبارات يزيد بالطاعة إن إيمان تما أسيا بانكو نكتا وينقص بالمعصية إيمان إيمان ما أسيا بانكو إيمان دوسا قول باللسان إبامو سندلا واعتقاد بالقلب فرات سايا هون سين بانتايان وعمل القلب والجوارح عملا من منسن بغتايان إيمان سننغو سبران يزيد بالطاعة قمنا بالإيمان بقونا الطاعة وينقص بالمعصية إيمان ما رأي الإيمان بقونا المعصية لكن أنقصها قول باللسان إبا موسى دلاء
واعتقاد بالقلب فلات سيوم سين بانتايان وعمل بالجوارح والأركان إنامول سين بانتايان يمن سين أنغو كبران يزيد بالطاعة أمات تمعس قمنا بانكونا بتاع وينقص بالمعصية إبن نوا إن إيمان بانكونا بمعصية لكن أنجوسا سؤال فلاته من يقول بلسانه أنه مسلم لكن ما يعتقد بقلبه Pangasuh ulangnya, awal lagi awal mamung sepama, namun sih sindilahnya, bagi sih nama rat saya Allah Taala, tak wajib dia kahat simpang katanya. Yashhad bilisani Allah ilaha illallah, lakin la ya'taqid biqalbi. Hal hal muslim? Awal manusia nak naik saksi sih awal Tuhan juga yang bermarekan Allah, tak wajib dia kahat simpang katanya. Uninya tu muslim? Mana yang? Mana yang? Nama. ما هو لا أحد يتكلم ناقص الإيمان ضعيف الإيمان لا أحد يتكلم لها طيب نعم يجيبون أجاب الوين ضعيف الإيمان ناقص الإيمان أمانة نعم خلص يقول من إيمان ويقول إيمان منافق نفاق أكبر نفاق أصغر يا اخوانا من يعرف يقول بلسانه ولا يعتقد بقلب يقول لا اله الا الله وان محمد عبد رسول لكن لا يعتقد بقلبه ما معنى سيارونيا نقوم سيا لا اله الا الله يا مم سندلانيا سمو هو ان بانتايانيا ويرون كما كانت تمرين جيتا سندلانيا قولي سيا مسلم قولي سيا بار ايمان جوكوبي ايمان اتوكل على ايمان تو ايمان قولي سيا هل هذا مسلم؟ ما هو ناقص الإيمان؟ أولي سيا من مسلم قلنا إيمان ضعيف الإيمان. ما لم إيمان لا مسلم ولا كافر. بقول سيا مسلم بقول سيا كافر. منافق أي نفاق؟ منافق سيا من سبا منافق. مسلم كافر منافق أصبر. قلنا لكم في التعريف الآن قول واعتقاد لابد. هذا منافق نفاق أكبر اعتقادي. نعم. إذا يقولون إن كايرتو إن سبعين تقول من أغاني قول إن يدلوا من سندلا إيمان سبعة بناتايا بمرات سبعة بناتايا سبعين من أغاني بعدين تري من أغاني نجتو نكاهينا مسياس النفاق أشد لقبو لقبو أشد من الكافر لا إيمانه ليس كافر. نعم. طيب. يعتقد بقلبه لكن لا نقول بلسانه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. طب ما سبلون مسألة كاروا ايمان سيا يوم كما كان قد سيا كما كان قد بانتايان يا مكتوان فالله تعالى يعتقد ان الله سبحانه وتعالى منفرد بانواع التوحيد الثلاثه وان النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله كل شيء يعتقده بقلبه لكن لا يقول بلسانه ابد ما يقول. ان بانتايان لكي اعتقد سيا دون فاكتوان سن الله تعالى فعباده الله تعالى كن إن دلأني لي سيمامو ديتون سيمامو سلا إله إلا الله مسلم مسلم كاتو كافر كافر منافق منافق ضعيف الإيمان ضعيف الملام بين إيمان بين الإسلام وبين الكفر حول سن إيمان إيمان سن كافر من يعني سيما كايها كنشيات يعتقد بقلبه لكن لا يصرح بلسان إما كهات نجي اتكالي بغطايا اليسا دي سمامو من دلأني أريد سياتو نعم إن كان كافرا فما زال في كفره يا أخي يعتقد بقلبه لكن ما يقول بلسان اجلس نعم ضعيف الإيمان غيره لم يكن أبو كير ملما كن الإيمان لا أئمة الكفر على هذا فرعون على هذا النمرود على هذا إبليس على هذا يعتقد بقلبه ولا يقول بلسان Nah, karena kurangan sih mereka sila kafir, dia sendiri di kerja, di Firaun, di Iblis. Kita kahat sih sila sila orang Tuhan, saat di mamung inilah inilah, di sila mamung sila ilah ilah Allah. Saat kita kahat, di pangatayan inilah, amu yang dong ini tikat sih mereka kurang sih kubur, biarkan dah Firaun, kan dah Iblis, alaihim laknatullah. Nah. Ini إذا كان يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه مثل أئمة الكفر كفر أكبر نعم مثل إبليس بامسيا
ima kahari pangatayan niya sa di sa magsahada indila niya na kahinang siya singkupor na pula biyakan na Iblis biyakan na Firaun. ذكرنا أن الإيمان لابد فيه من أمور خمسة: قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. يقول ولا يعتقد هذا ليس بمسلم. تسبوت تقولوا الإيمان سوي لملكو من لمين يفهمون سندلا فرد سيوس فغطيان أنغو تعالى تهنون سننغو تعبارات دميت كان الإيمان مكتعاس إيمان مكتبا ثم أس الإيمان مكونك تعاس مبا الإيمان بام كونك هنان دوسا. الله أعلم. نكتفي بهذا المقدار. نريد منكم بارك الله فيكم أن تراجعوا ما أخذنا، وغدا إن شاء الله تعالى نسألكم قبل الدرس عن تعريف الإسلام.